طيب الدقيقة 117 يا جماعة، لسه 3 دقايق بالظبط، لسه 3 دقايق بندبكة بيخرج هينزل طهرات، فربنا يسترها بقى في اللي جاي. هنفضل الثلاث دقايق دول، الثلاث دقايق دول هنفضل معاكم ونشوف المنتخب الجزائري هيعمل ايه في الماتش، ربنا يستر. في كورنر، كورنر لمنتخب الجزائر يا جدعان، منتخب تونس اقصد، استر يا رب. الحمد لله ان شاء الله مش هي. عاسب، عاسب في واحد ورايا بيشجع تونس، مش هينفع كده. الحمد لله الحمد لله، 100 100 100 100 ان شاء الله. الدقيقة بقت 118، بنلعب في الدقيقة 118 يا جدعان. فرصة كانت خطيرة جدا جدا جدا، ربنا نجانا الحمد لله. عدت على خير، عدت على خير. ايوه عدت على خير يا جدعان. نص القهوة بتشجع تونس والنص بيشجع الجزائر. ربنا يستر ان شاء الله. دي 119، مش هنقفل لغايه ما نفرح ان شاء الله، مش هنقفل لغايه ما نفرح. يا رب استرها. فرصه لمنتخب تونس على الجنب. حاسب يا جدع، حاسب يا جدع، يا لهوي جت في ايده ولا ايه؟ يا جدعان الكوره شكلها جت في ايده، الحكم هيقول دلوقتي. استر يا رب. ده الدقيقة 119 يا جدعان، الدقيقة 119 عمالين يقولوا ان الحكم الكرة جت في في التهرات ده ولا مين؟ لا لا رجع ايده ورا، عامل ايده ورا كده، عامل ايده ورا، لا في صدره. ان شاء الله ما يشرك للجزاء ان شاء الله. الحكم اهو بيقول لك جت في صدره، جت في صدره بس. اهي بتتعاد اهي يا جدعان قدامنا، بس شوطه ايه؟ صاروخيه؟ اه دي الشوطه الثانيه اللي بعد الكوره ما رجعت. ان شاء الله يا جدعان ان شاء الله. ماهيش في ايده، هو مرجع ايده ورا. ماهيش في ايده. اللي يقول في ايده يقول في ايده. الكوره مش في ايده. مش في ايده. ولا يا صاحبي؟ لا لا ما جاتش في ايده، ما شفتهاش. هو عامل ايده لورا كده اهو وجت في صدره. الجماهير بدات تعيط، جماهير تونس والله يا حبايبنا يا جدعان. بس معلش الدقيقه 120 شغاله، الدقيقه 120 يا جدعان خلاص هانت ان شاء الله. يلا يا سليماني، ده مين ده؟ ابراهيم يا قصدي، ياسين ابراهيم. كام دقيقه؟ 3 دقائق وقت بدل ضايع. اصبر يا رب، 3 دقائق وقت بدل ضايع كتير، 3 دقائق وقت بدل ضايع كتير يا جدعان. النهارده محاربين، اقسم بالله محاربين في الملعب. نحافظ يا جدعان على الجون، احنا كل مره ما بنحافظش على الجون. قدام مصر كنا كان المنتخب الجزائري متقدم ورجع المنتخب المصري تعادل. قدام المغرب تقدم المنتخب الجزائري مرتين ويرجع يتعادل المنتخب المغرب. قدام قطر نفس القصه، متقدمين ونتعادل في اخر ثانيه. طب ليه؟ ماتش النهائي، موت نفسك. 3 دقايق وقت بدل ضايع، دقيقة اهو، فات دقيقة وفاضل قد ايه يا جدعان؟ فاضل دقيقة واحدة بس أو دقيقتين في الوقت بدل الضايع. إن شاء الله نفرح يا جدعان، يا رب نفرح، يا رب نفرح. لا بس المنتخب التونسي يا جدعان، المنتخب التونسي عامل شغل جامد. حلوة يالا، حلوة يالا، عالمي. طلع، طلع عليك وعلى والديك. نام شوية، نام شوية يا ابني، انت عيان يا ابني. هو الحكم بيقول لك ما تقلقش، الحكم بيقول لك ما تقلقش، بس الواد تعبان، ما ينفعش نلعب وهو عيان. هو بين عيادة والله. اتضرب يا جدعان، اتضرب اهو. بين عيادة هينام له دقيقتين. بنلعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع اللي محسوب 3 دقايق في الشوط الإضافي الثاني، متقدمين 1-0. قلبي وجعني والله. هتقول لي ايه الدنيا، ايه الدنيا معاك؟ تونس هتجيب جون ولا لا؟
هتجيب جون. ما هتجيبش يا عم ان شاء الله. تونس حبايبنا والله، بس خلاص كده بقى. بص الواد الصغير ان شاء الله ما يجيبوش يا عم. الفرحه الجزائريه دي هتستمر ان شاء الله ان شاء الله. بن عياده طالع تعبان يا جدعان. في ناس بتشجع تونس قاعدين معانا. ملناش دعوه اللي يزعل يزعل، احنا خلاص الماتش لسه فيه. احنا دلوقتي الوقت كل اللي انا بكلمكم فيه ده الكوره كانت واقفه. تجاي نزل بمكان بن عياده، تجاي نزل مكان بن عياده. احنا لسه 15 ثانيه في الثلاث دقائق، بس الحكم ممكن يلعب دقيقه كمان. فرصه لتونس، ربنا يسترها ان شاء الله. حسب يا ابني، الله عليك يا رايس سلامي. رايس سمبول حيل عالمي. لا لسه لسه هيحسب له دقيقه كمان وقت بدل ضايع. احنا بنلعب في الدقيقه الثالثه اهو، او الدقيقه الثالثه خلصت وبقينا في الدقيقه الرابعه. بس كان بن عياده كان واقع وخدنا دقيقه كده ولا حاجه. وادي قبله من بالعمري لرايس سمبول حيل البطل. يلا يا ابني يلا نضيع بقى الدقيقه دي، نضيع الدقيقه دي. الله عليك يا ابني. هات كورنر بقى، هات كورنر، هات كورنر. اوعى تتقطع يا بغداد يا بنجاح، موته ان شاء الله تتطرد. بس ما ايوه كده، انا موافق موافق ياخد انذار، بس ما الكره ما تمشيش. الحكم يا جماعه ممكن يحسب كمان نص دقيقه او دقيقه. وقف الكره يا ابني خالص، الكره خالص. استر يا رب، استر يا رب. هجمه لتونس. حسب يا ابني محدش يجي جنبه. طلع يالا، طلع يا عالمي. ايوه كده الواد ده عالمي. يلا ان شاء الله خلاص كده ان شاء الله. حسب كورنر يا جدعان، كورنر يا جدعان. الدقيقه 5 دلوقتي بدل الضيع شغاله. اعتقد دي اخر فرصه بقى خلاص، كفايه كده يا حكم بقى. هتتلعب وهنصفر. ايه ده الجون طالع، ده الجون بتاعهم طالع يا جدعان. استر يا رب. الدنيا هتيجي جون ولا ايه؟ ان شاء الله ما هتجيش جون. حاسب يا ابني، طلع يلا. الله الله الله، طلعها. ولا انفراد يلا، انفراد يلا، انفراد. الله الله الله، جون ياسين ابراهيمي. الله الله الله، خلصها خلصها يا جدعان. شكرا 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 الناس اللي بتشجع تونس، شكرا يا رجاله. خلاص الماتش خلص 2-0. الماتش خلص يا جدعان. شكرا شكرا. خلاص يا جدعان، المنتخب الجزائري بطل كاس العرب يا جدعان. اهو اهو اهو، وسط القهوه يا جدعان، وسط القهوه اهو. ولا مش ابطال؟ مين اللي عايز يتكلم؟ هناخد اراء الناس يا جدعان. اهو فوزنا يا جدعان بكاس العرب، مليون مبروك. الناس اللي في القهوه كان في نص الناس بتشجع تونس، بس خلاص بقى خلصت. اهو اهو، تشجع مين؟ تونس. تونس خلاص ماشي يا معلم، بس فوزنا برضه. اه يا جدعان مليون مبروك علينا. الحمد لله يا جدعان، المنتخب الجزائري عملها، عملها في اخر ثانيه في المباراه وخلصناها. ونص القهوه كانت بتشجع تونس، بس مين؟ بس مين؟ في ناس والله بتشجع الجزائر كتير. حضرتك بتحب الجزائر ليه يعني؟ ده قصه طويله بحكي لك عليها بعدين. وياسين ابراهيم اهو بيحط الجول العالمي اللي خلص الدنيا. مليون مبروك جدعان. الناس عندنا ناس هنا. لسه اقول الشعب الجزائري. اوه استنى استنى استنى، تعال تعال تعال، توجه رساله للشعب الجزائري. تعال قول عايز تقول ايه للشعب الجزائري. ايوه، بلد الشعب الجزائري.
استحق الفوز ولا لا؟ الكوره ملهاش كبير بس المنتخب يوم عليه النهارده عامل ماتش عظيم يا جدعان. مليون مبروك علينا. انت توقعت فوز مين قبل الماتش؟ كان احسن فريق من البدايه واحنا قلنا من الاول ان هي تاخد الجزائر. تاخد البطوله صح تستحقها الجزائر. احنا اهلنا الجزائر قبل ما الدوره تبدا اللي هي تاخد الدوره ان شاء الله. ما شاء الله لاعيبه محترمه لاعيبه موهوبه وفريق احنا بنحبه رغم بيأثر علينا في مصر طول العمر بس احنا بنحبه. يفوز علينا يفوز علينا في كاس. نعم نعم ايوه نعم. وضربنا في السودان ما حصلش ضرب ولا حاجه بس بنحبهم ان شاء الله. حبيبي حد عايز يبقى جزائر؟ تعال انت عارف كم مليون جزائري هيشوف اللقطه اللي انت بتقولها دي؟ اتفضل قول بقى عايز تعمل ايه؟ هجيب فلوس هجيب فلوس. يا عم هنقول مبروك 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 مبروك. يستحق الفوز ولا لا؟ يستحق الفوز. احنا عايزين الجزائر. انت بتشجع تونس؟ كنت بتشجع الجزائر؟ انا بشجع اللعبه الحلو بشجع اللعبه الحلو. طب قول لنا قول لنا ايه رايك في اداء النهارده بتاع الجزائر؟ مباراه كويسه جدا. مليون مبروك ليهم يا جدعان النهارده. بس يا جدعان في الاول قول مليون مبروك لابطال افريقيا والعرب وان شاء الله بالتوفيق القادم. ويعني كانت في اغنيه كده يعني بسمعها على طول المنتخب الجزائري. الجزائر يا الورده عندك فريق كبير قول عليك شهده فرح كبير وصغير. الف مليون مبروك لابطال افريقيا والعرب وهذه البدايه ومازال مازال وان شاء الله مبروك عليك الكحلوشة العربيه وان شاء الله كابتن ملك الكحلوشة الافريقيه. لسه بدايه. تعالى يا جدعان في ناس ثانيه عايزه تتكلم عن الجزائر. السلام عليكم. الف مبروك للجزائر وعقبال البطوله العالميه ان شاء الله باذن الله. ايه رايك في ادائهم النهارده؟ حتى الجزائر هي برضه بتلعب كويس. عملوا ماتش عالمي والله. عملوا ماتش جميل. وهي اكبر فرقه بالصراحه الاكبر من فوز بالبطوله صح؟ اكبر من فوز بالبطوله. الله عليك. قول يا صديقي. ايه عايز اقول لك حاجه. الفيديو ده ان شاء الله مليون جزائري هيتفرجوا عليه. تحب تقول ايه للشعب الجزائري؟ هم اخواتنا واحنا بنحبهم وهم بيلعبوا كوره جميله. هم سالوا البطوله واقوى فريق عربي دلوقتي. اقوى فريق عربي. خلي بالك ده الصف الثاني بتاعهم يعني حاجه عظيم. لا لا ما شاء الله للجزائر. مليون مبروك للجزائر والله احنا فرحنا لهم. 10 5 مليون مبروك للجزائر. 5 مليون يا جدعان. نص القهوه كانت بتشجع تونس والله بس في ناس اهي بيقولوا ان هم بيحبوا المنتخب الجزائري. مليون مبروك. عايز اقول لكم حاجه بنت لعيبه. استنى اللي بيتكلم ده سعود. سعود كنت عايز اضربه من نار ساعه الماتش عمال يضيع فرص كتيره ودلوقتي عملنا اللي علينا وحققنا الانتصار. استنونا بقى عشان في رد فعل عظيم قوي هتشوفوه بعد الماتش ده. لكن شير للفيديو ولايك وسبسكرايب للقناة لو انت بتتفرج على اليوتيوب. لايك لو انت بتتفرج على مليون مبروك افريقيا والعرب. وهنسمع اغاني جزائريه دلوقتي بنشجع فيه وتفير الناس اعملوا لايك وشير يا جدعان للفيديو. يوم عيد كلنا ان شاء الله. ما شاء الله جميل جدا على اعصابنا طول الماتش. وكان منتخب الحمد لله منتخب تونس كان مقفل جدا الحمد لله. تعالى الراجل ده اللي كان ماسك المكان يا عم قول حاجه للجزائر يا عم. مبروك للجزائر طبعا كلها بطوله عربيه خالصه وكل مجتهد نصيبه. ايوه من اول البطوله فعلا والله كان حاجه عظيمه حبيبي. تعال تعال اسم للجزائر. مبروك لبلد المليون شهيد. الله عليك الله عليك. بص يا جدعان المصريين اقسم بالله بيحبوا الجزائر جدا جدا جدا. مليون مبروك للجزائر. مليون مبروك. رحنا لهم ناس كتيرة بتهني وتبارك للجزائر. حتى اللي كان بيشجع يعني او بيتوقع فوز تونس لما اتفرج على الماتش قال لا الجزائر تستحق. الجزائر من اول البطولة عملت ماتش عالمي. مليون مبروك يا جدعان. هتتبسطوا قوي بالفيديو ده. شير ولايك واعملوا كل حاجة وعرفوا الناس المصريين ورد فعل المصريين ايه. كانوا بيحبوا الجزائر جدا وشجعوا الجزائر. حد عايز يقول حاجة للجزائر يا جماعة؟ حد عايز يقول حاجة للجزائر؟ ايوه مليون مبروك يا جدعان وافرحوا على ما نجيلكم ننزل الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام مؤقت.